السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. رجعت لكم اليوم في مقطع بيكون مميز ومتعة بصرية ولعشاق الجرافيكس والرسومات، لأن في هذا المقطع بستعرض لكم أقوى 10 ألعاب رسوميا أو جرافيكس في عام 2022. بصراحة ألعاب كثيرة بهرتني في الرسومات، خاصة مع التقنيات الجديدة المستمرة. فخلونا اليوم نتعرف على هذه الألعاب من جانب الرسومات ونتعمق في تفاصيلهم، وإذا كان في ألعاب مو موجودة في هذا المقطع أتمنى تكتبون لي في التعليقات. لا تنسون الدعم باللايك والنشر، والحين خلونا نبدأ. قبل ما نبدأ في المقطع يا شباب، بما أن موضوعنا رسومات وجرافيكس قوية، هذا المقطع برعاية جي كي، واللي اليوم يقدمون كروت شاشة بأسعار ممتازة ورسمية وعليها عروض. إذا كنت تفكر في تجميع أو تغير كرتك، عندكم كروت الزوتاك أو الباليت نسخ RTX 3060. مثل ما تشوفون الأسعار جدا مناسبة، لو حبيت تأخذ لك كرت وتسوي لك تجميعة جيمينج بأداء جيد جدا إلى ممتاز، هذه البطاقات راح تشغل لك ألعاب. على سبيل المثال تقدر تشغل باتل فيلد على 2K إعدادات ألترا تاخذ 100 اطار بالراحه، او حتى على ال 4K الترا بتاخذ 60 اطار فوق. مثلا لعبه Death Stranding على ال 2K بتاخذ 130 اطار بالراحه، او مثلا لعبه جرافيكس ديماندنج مثل فورتنايت مثلا على ال 2K بالراحه بتاخذ 120 اطار، او اذا تبي تفتح الاطارات تحطها على اللو واستمتع. بالاضافه لبعض كروت ال 3060 عندها القدره تشغل 8K جيمنج، لكن اكيد ما حد يحتاج ال 8K على هذه الكروت. فباختصار تتكلم عن كروت باداء خارق والسعر مناسب خاصه بالفتره الحاليه عند جي كي، وبالوصف تحصلون الرابط اللي يوديكم على صفحه جي كي وهذه البطاقات، تقدر تتصفح وتشوف الاسعار وتختار اللي يناسبك. اما الحين خلونا نتعرف على اقوى العاب رسوميا في هذا العام. God of War Ragnarok. بلا شك ان God of War Ragnarok هي احد اقوى الالعاب في السنة، هذا شيء خالصين منه، لكن من اهم جوانب اللعبة المبهرة هي الجرافيكس او الرسومات. وعلى الرغم من ان هذه اللعبة بامكانياتها وتصميمها الرسومية تم تأسيسها للجيل السابق على البلاي ستيشن 4، الا ان اللعبة مظهرها جدا خرافي ويتقارن في العاب جيل جديد فقط. تتكلم عن كمية تفاصيل وتباين الألوان والدقة العالية جدا، حتى لما تدخل زوم في أوجه الشخصيات وتشوف الملامح والشعر ولمعة العين، تفاصيل جدا مبهرة في أي شخصية تشوفها في اللعبة. بالإضافة لتفاصيل الملابس والأسلحة والمعادن والدروع اللي عليهم مستوى خرافي. والشيء المبهر أكثر أن اللعبة تقنيا شغالة بشكل جدا رائع ومستقر، حتى مع سرعة الازدحام والمؤثرات أثناء القتال اللعبة سلسة جدا، على الرغم من انها كميه تفاصيل شغاله بنفس الوقت. بلا شك God of War Ragnarok تعتبر من اقوى الرسومات مو بس بالسنه، في هذا الجيل او الجيل السابق. لعبة ذا كواري. هذه اللعبة للأمانة ما لعبتها بمدة كافية، من أول ما اصدرت كان فعلا مزحوم جدا بالألعاب وأشياء كثيرة صارت، لكن من تجربة أول ساعة فقط للعبة عرفت أن رسوماتها استثنائية من هذاك الوقت، لأن التفاصيل فيها مو بس مجرد أنها واقعية، حتى الأجواء السينمائية والظلام والبيئة وتجسيدها والرسومات جدا خارقة، هذا غير تحرك أوجه الشخصية والإحساس أنهم بشر أمامك، وهذا المطلوب من لعبة قصصية حوارية وتركز على الرعب. كل ما زادت تقنية الرسومات فيها راح تعطيك إحساس بالواقعية أكثر وتزرع الخوف فيك والتفاعل أكثر. فعلا تعتبر من أقوى الألعاب رسوميا في هذه السنة، سواء من الشخصيات أو تجسيد البيئة بإتقان رسومي ممتاز. Need for Speed Unbound. تعرف اللعبة اللي تحمل مستوى رسومي مجنون لكن بصعوبة أنك تلاحظه؟ هذه اللعبة تقدم مستوى رسومات خرافي فعلا، وصادم في موضوع السيارات نفسهم. لما اشوف التفاصيل والدقة في الواقعية في السيارات، ودي ان كل شخص يشوف اللي انا شفته. واللي يزيد من هذا الشيء او واقعية الرسومات في الجرافيكس واتقانها، هي البيئة نفسها ودمجها مع السيارات نفسهم. فلما تلعب وتشوف المطر ينزل على السيارة، تتضاعف الواقعية. ايضا لما تتوسخ السيارة او تشوف الاضاءات سواء في المساء او النهار، فعلا شيء مبهر ويعطي واقعية اكثر. فأحد مميزات اللعبة في موضوع الجرافيكس هو دمج السيارة مع البيئة من حولها. ممكن وقت الأكشن والسباقات ما تلاحظ الرسومات وقوتها، لأن كل شيء سريع وصعب أنك تلاحظ، لكن لما توقف وتركز على السيارة بشكل بطيء وتتأمل في الرسومات، راح تعرف أن Need for Speed Unbound من أقوى الرسومات في السنة. Modern Warfare 2. شيء غريب ان هذه اللعبة من اكثر الاشياء اللي تعجبني فيها هي الرسومات اكثر من اشياء ثانية مهمة عند بعض الناس، مع انها لعبة اونلاين وشوتر في المقام الاول المفروض انا ما افكر بالجرافيكس. طبعا هذا الاستوديو اثبت نفسه في تقديم مستوى واقعي خاصة في المشاهد السينمائية، لانك لما تشوف المشهد السينمائي شوي وتصدق انه فعلا ممثلين امامك، والسبب فعليا ان عندهم تقنيات يصورونك الممثل بالكامل وينقلونه الى محرك اللعبة. طبعا هذه التقنية تتطور عندهم في كل اصدار جديد في كول اوف ديوتي. طبعا المشاهد مو بس واقعية في الشخصيات نفسها،
نفسهم. ايضا التون او الاحساس السينمائي في المشهد جدا رائع، لكن مو بس الشخصيات، حتى الجيم بلاي نفسه. على الرغم من ان هذه اللعبة ريميك، الا ان الاجواء الحربية والتفاصيل والرسومات تعطيك متعة اضافية غير موضوع الجيم بلاي. لما تشوف الاسلحة والريلود، المباني، الطبيعة، الأعداء من حولك، فعلا تستمتع في الرسومات المبهرة. هذا غير موضوع الصوتيات اللي ما بيتطرق لها في هالمقطع، لأنه بس نركز على الجرافيكس. Horizon Forbidden West، هذه اللعبة اعتبرها استثنائية نوعا ما، ومن أفضل ألعاب الجيل من ناحية الرسومات، لأن اللعبة تغلبت على مفهوم أن اللعبة لما تكون عالم مفتوح لازم تقلل الرسومات والدقة فيها، لكن هذه اللعبة أثبتت العكس، واللي ساعد أكثر على محركهم الأسطوري اللي حتى كوجيما استفاد منه في تصميم وصنع رسومات لعبة Death Stranding السابقة والقادمة. شيء مبهر لما تشوف تفاصيل Death Stranding، والسبب هو المحرك الموجود في استوديو تطوير Horizon. والشيء المبهر في هذه اللعبة أن التفاصيل من حولك كثيرة جدا، يعني انت تشوف الشخصية والملابس والتفاصيل اللي فيها والبيئة المحيطة والأشجار وكل شيء من حولك تفاصيله جدا عالية، فكل هذا شغال بنفس الوقت، وتتكلم عن لعبة عالم مفتوح بإطارات عالية. ما في مجال أي شيء بتشوفه في هذه اللعبة لازم يكون مستوى الرسومي خارق، حتى لو تأخذ أي شخصية في اللعبة رئيسية أو جانبية وتسوي زوم بتشوف تفاصيل مبهرة. وإذا تذكرون في صورة أنا صورتها وانتشرت على مستوى العالم بنطاق واسع وصلت حتى للمطورين، لما سويت زوم وقدرت أشوف الشعر اللي في وجه إيلوي. ففعلا تقنيا هذه اللعبة أسطورية من ناحية الرسومات، وبسهولة من أفضل الألعاب رسوميا اللي شفناهم. A Plague Tale Requiem، هذه اللعبة من أول ما شغلتها أبهرتني، وهذا الشيء مو غريب، حتى الإصدار السابق كان فعلا رائع من ناحية الرسومات، لكن في هذا الإصدار خاصة أني لعبتها على البي سي وبأعلى مستوى، كنت أشوف التفاصيل جدا مبهرة، خاصة في البيئة من حولك لما تشوف الجرافيكس وقوته وحدة الصخور والجدران والأشجار وتكوين الرسومات بشكل عام من حولك، بتعرف أن اللعبة فعلا أتقنت الرسومات من جانب الطبيعة، وبسهولة ممكن تنافس أحد أقوى الألعاب وهي Red Dead Redemption 2، لكن أكيد لما تجي من جانب فيزيكس وأشياء ثانية ممكن تكون أقل مستوى. المهم أن هذه اللعبة مستواها الرسومي جدا رائع، حتى المشاهد السينمائية فيها حس رائع في الرسومات، لما تشوف الشخصيات تتفاعل معهم أكثر، لأن الرسومات تلعب دور كبير في أنك تجسد الشخصيات أو تصدقهم أكثر. يمكن اللعبة مشكلتها بس في الأنيميشن، في التحريك سواء في الأوجه أو الشخصيات، لكن بشكل عام كمستوى رسومي وتقني عالي جدا، خاصة من ناحية تفاصيل العالم اللعبة مبهرة. Gran Turismo 7، أكيد ولازم لازم هذه اللعبة أن نغدرها ونحطها في هذا المقطع، لأن فعلا الرسومات فيها مستوى آخر. ذكرت سابقا بالإضافة للمراجعة أن ما في لعبة سيارات بالتاريخ وصلت لمستوى ودقة الرسومات في موديل السيارات مثل هذه اللعبة، وكل مرة أشوف اللعبة ودقق في السيارات وأفتح سيارات جديدة أنصدم فعلا من الرسومات. لاحقا عرفت أن المطورين يصنعون السيارات واحدة واحدة يدويا من ناحية الجرافيكس، كل سيارة الدقة فيها مجنونة، ما يهم إذا كانت السيارة معروفة أو كذا أو سبورت أو سيارة بسيطة في أي وكالة. اللعبة تتحداك تاخذ أي سيارة من أي وكالة وتسوي عليها زوم، بتشوف المصابيح والدقة اللي فيها وصبغة البودي وتفاصيل العجلات، حتى اللمعات في الكروم وكل شيء موجود في اللعبة متقن، حتى داخلية السيارات شيء استثنائي. طبعا هذا غير العالم، لما تلعب اللعبة في الجيم بلاي وتشوف الأجواء من حولك وتسابق أو تسارع السيارات بتعرف أن التفاصيل جدا مبهرة فيها، فلما تأخذ هذا المزيج من إتقان السيارات والمراحل وطريقة شلون تحرك اللعبة بشكل عام، حتى بالريبلاي لما تشوفها كأنك تشوف سباق حقيقي. وكثير ناس تتلخبط من أحد عشاق اللعبة يلعب فورمولا 1 يحط لقطات في تويتر، ناس ما تدري أن هذا ريبلاي من واقع أو لعبة. فعلا Gran Turismo أعتبرها ثورة في عالم الرسومات. The Callisto Protocol، أحد الألعاب اللي قدمت مستوى رسومات مبهر فعلا، وعلى الرغم من أن هذه اللعبة الأولى من الاستديو المفروض أن يكون إمكانيات الرسومية محدودة، لكن حتى مع استخدام محرك قديم Unreal Engine 4 أتقنت اللعبة أمور بسيطة جدا وصعبة حتى على استديوهات قوية ومعروفة. أجواء اللعبة بشكل عام ودمج الإضاءات والشخصية والدخان والتفاصيل والأهم اللمعات في المعادن، بشكل عام اللعبة طالعة بمظهر ممتاز، حتى لما تشوف وجه الشخصية وتسوي زوم تم إتقان هذه اللعبة من ناحية رسومية، في الشعر، في العرق، في الوجه وكل هذه التفاصيل. أيضا المشاهد السينمائية لما تشوف الحوارات كأنك تشوف فيلم أمامك، هذا غير موضوع تفاصيل الرسوم في الدموية واستخدام العنف والتقطيع وهذه الأشياء، فعلا مزج جدا رائع في موضوع الرسومات وأيضا التحريك في موضوع العنف والتقطيع. فبعض الألعاب ممكن يكون فيها عيوب رئيسية في الجيم بلاي أو في القصة أو هذه الأمور، لكن هذه اللعبة تعتبر استثنائية من ناحية الرسومات، واللي قدمت أكثر من المطلوب منها من ناحية جرافيكس.
The Last of Us Part 1. طبعا اي لعبه من اول ما تسمع انها جايه من نوتي دوغ خلاص تتاكد ان مستوى الرسومات جدا خرافي. هذه اللعبه تقدر تقول انها اقوى مستوى وصل له استوديو نوتي دوغ، وحتى مع استخدام نفس المحرك الجزء الثاني ونفس العناصر اللي فيه لكن تم تحسينه بشكل افضل حتى من الجزء الثاني. في تفاصيل صعب ملاحظتها مثل زياده رده فعل الاعداء، الفيزيائيه في التقطيع والدمويه، وايضا اللمعات والاضاءات بشكل عام، والأجواء في الشخصيات واقعيتهم زادت، والمستوى التقني في البيئة والحركة بشكل عام جدا مبهر في الرسومات. هذه اللعبة مستواها فعلا مجنون من ناحية أوجه الشخصيات أو تفاصيل ملابسهم أو حتى البيئة من حولك، وأيضا في مشاهد سينمائية جدا صادمة كأنك تشوف فعليا واقع أمامك. أيضا في تفاصيل ثانية مثل الغبار المتطاير والهواء، وهذه التفاصيل الحلوة تعطي شعور أفضل، وكلها تندرج تحت مستوى الرسومات الواقعية الممتازة. فعلا نوتي دوغ مدرسة في الرسومات. سبايدر مان ريماسترد. على الرغم من ان هذه اللعبة اصدرت من سنوات، لكن لما ترجع اللعبة بنسخة ريماسترد او محسنة راح تعرف ان المطورين اخذوا راحتهم وطلعوا كل ما في جعبتهم من مستوى الرسومات التقنية. سبايدر مان بسهولة من افضل الالعاب اللي جربتهم رسوميا في هذه السنة. طبعا نسخة الريماسترد على البي سي جلست فترة اتأمل في الرسومات والتفاصيل والتقنيات المستخدمة فيها من ناحية تتبع الاشعة والانعكاس. تتكلم عن لعبة عالم مفتوح صعب انك تطبق فيها كل نظريات او تقنيات الجرافيكس، لكن هذه اللعبة جابت لك كل شيء قوي في الرسومات وقطت عليك مرة واحدة، بالاضافة لاطارات جدا عالية، وهذا الشيء مطلوب من المطورين لانك في النهاية تتكلم عن احد اسرع الشخصيات السوبر هيروز وهو سبايدر مان، فلازم تلعب بسرعة فائقة في الاطارات مع كل التقنيات مفعلة. والشيء المبهر في اللعبة ان كل ما تسوي زوم سواء على البدلة او على التفاصيل ثانية حتى الحذاء في الشخصية راح تشوف الخيوط والتفاصيل جدا جدا واضحة، فتعرف ان استوديو انسومنياك من اقوى الاستوديوهات اللي يقدم رسومات. في النهاية لما شفت كل هذه الالعاب ورسوماتها في هذه السنة احيانا افكر اقول لو بعد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات شنو راح نشوف اذا الله اعطانا عمر بعدين، شنو بيكون مستوى الرسومات. انا شخصيا اعشق جانب الرسومات بشكل كبير في الالعاب، واللي هو اساسا يعتبر احد اكثر الصراعات بين المطورين والعالم بشكل عام هو الرسومات. تخيلوا الرسومات شيء مهم لانه يحرك الشركات، يحرك المطورين، يحرك الاجهزه والقرارات انه يحطون اجهزه اقوى واقوى، ترى كله بهدف الرسومات، لان موضوع القصص والجيم بلاي وباقي عناصر الالعاب ممكن يسوونها ويطبقونها بشكل اسطوري حتى على اجهزه قديمه، لكن موضوع الجرافيكس انا اشوفه هو الدفعه القويه لعالم الالعاب من ناحيه تقنيه. تبي تقدم رسومات اكبر لازم تقدم اول شيء هاردوير، بعدين تقدر توصل للمستوى اللي تبيه. فانا شخصيا جدا سعيد في مستوى الرسومات اللي شفته، واطمح اني اشوف اكثر في المستقبل. يمكن انتم عندكم العاب غير هذه القائمه، ابيكم تذكرون لي في التعليقات شنو اكثر لعبه عجبتك رسوميا في هذه السنه. في النهايه اتمنى عجبكم المقطع، ولا تقصرون بدعمه ونشر الاصدقاء، خلوا يشوفونه على دقه الفوركي ويستمتعون وبرايكم بشكل عام. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامه.